تبلغ نحو 550 ألف متر مربع. وفي الاقتصاد، تقرير لباسل الخطيب يكشف فيه إلى أين تتجه أسعار الذهب خلال العام 2014. لونه يلمع أصفر، يؤتى به من بين الصخور وأعماق الأنهار، والبعض يعيد تخبئته تحت الأرض. الذهب سجل مستويات قياسية بداية العام 2013، وصلت إلى 1680 دولار للأونصة، ومن ثم نزل إلى 1180 دولار مع نهاية العام، ويبدو أنه يتجه إلى التراجع خلال السنة الحالية. بده يكسر الألف السنة، يعني رح يعمل 970، بس ما رح كتير يطول تحت، وبده يوصل لحوالي 1390. هذا بس بده يكون الطلعة قبل النزلة. أحد الأسباب هو خفض المركز الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي الذي يقوم به من 75 إلى 65 مليار دولار شهريا. 1180 هو الحاجز، إذا بدك نسميه السبورت، يلي إذا خرقه بده يكفي نزول، آخر مرة ما قدر يكسره. أما لمن يسأل من المواطنين هل نشتري ذهبا اليوم أم نؤجل، فيقول لهم الخبراء: إذا في يشتري من هلأ لل 1390 يعني بشكل مرحلي، بس يقشط يعني سوق الأسهم بأمريكا يعني بالربع الثالث والربع الرابع، فهنيك بس يقشط سعر الأسهم، يعني العالم رح يروحوا يشتريوا بالذهب، فهنيك بيكون بعتقد بيكون الذهب بال 970، فما بكتير بيطول بهديك المرحلة بيرجع بيرتفع، لأنه هلأ عم بيروحوا المصاري من سوق الذهب عم بيروح على سوق الأسهم يلي هو الأكويتيز. إذن الذهب هذا العام بحسب الخبراء سيتراوح سعره بين 970 و 1390 دولار للأونصة، والفضة بين 13 و 19 دولارا أمريكيا. عائلات نازحة من سوريا